السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم راك معنا في صالون حلاقة وتجميل للرجال في مدينة عنابة. الحلاق المعروف معكم ميسي على مواقع التواصل الاجتماعي سواء انستغرام ولا تيك توك. الحمد لله اليوم رانا وصلنا النيفو ونقدرنا نفورميو دي كوافير ياسر دي جون نافحين يحبوا الميديا دا من خارج وداخل الولاية. كما راكم تشوفوا الصالون راهو الله يبارك، يعني يقصدوه من دو بارتو، يعني من داخل ولا خارج الولاية، سواء يسكنوا في عنابة ولا أكوتي، عرسان يجونا دري صغار ناس كبار نحفوا لهم نغسلوا لهم شعرهم ونمشطوا لهم، سواء كاين سواء ديزاج نتويج لو بو، يعني ما ندخلوش في الجانب الاستيتيك، جوست تنظيف بشرة ولا لي سوا تاع الشعر بروتين كيراتين لي ساج بريزيليان، يكون واحد جوج شعر احرش ولا يحب يكون عنده جورني سبيسيال كيما نقولوا احنا عرس ولا حكم طريق رايح فواياج فاكونس اوتوماتيكمون لازم يكون ستيكاج، يقصدنا ديريكتومون صالون ميسي في اي بي. وكيما راكم تشوفوا الاكسبيريونس تاعنا خلاتنا نقدر نفورميو دي كوافير ما نقولكمش بروفيسيونيل، مي نعطيوهم بون بانز اللي يقدر يتعلم في 20 جور حتى الشهر ديلي. كاين ميم اورويلايا اللي نقدروا نبيتوهم نوكلوهم نشربوهم نعلموهم شوية أنيماسيون ديهم يحاولوا. بون انا ديما نحب هنا لو سام كلوفير بريفيري تاعي صافي دي زون عند خويا ميسي ليكيباج تاعو ديما نلقى راحتي هنا تعمل هنا الله يتعامل بيان الله يبارك ليكيب كامل لا ميرسي بوكو. والله ما شاء الله صالون مليح استقبال مليح مليح حباب تما هنا في عنابة في لاريجيون كاملة وان شاء الله يكمل ديما كبرك و عارف من بلاصة لبلاصة اسمع كاين ناس ياسر تقول لي ميسي ربي يبارك راك نجحتي وراك وليتي مشهور ومعروف وخدمتك ملاحه والناس الكل تحكي عليك في التراب الوطني ولا ميم خارج الوطن. بور موا نشوف روحي مازلت باسكو بالك الطموح تاعي كبير ياسر ولا الدومين هذا راهو بحر، يعني تنجم ديفلوبي واش تقدر ديفلوبي وتبقى يعني ناقص تبقى مازلت هي تزيد. مي الحمد لله بارابور وين كنا بدينا من الزيرو الحمد لله راني دركا في طاب وين نقدر نخدم في العالم كامل خالص. كان لي الشرف الكبير اني نحلق المشهورين سواء داخل الوطن ولا خارج الوطن، كانوا لاعبين كرة قدم، كانوا فنانين في مجال التمثيل ولا في مجال الغناء، كانوا رجال اعمال كبار مسؤولين الحمد لله. عندما تعرف بلي النيفو تاعك راهو ديفلوبا وليتي كوافير بروفيسيونيل مشهور باسكو الخدمه هذه راهي ما بقاتش حفظ برك نو، كاين دي كوافير دي فيزاجيست او مام بون يكونتاكتيو دي سوسيتي يعني باه تبريزونتي البرودوي تاعهم سوا في لاغام كوسميتيك ولا لي ماتريو تاع الحفاظ ولا اي يعني اي برودوي يكون معروف ديجا يحب يزيد يخدم معاك باه يبقى
ماشي في الـ في لا كادونس تاع لي جان هذا يعني صافي بليزير الحمد لله. و هذه هي النجاح راه مش سهل مي فتمنك توصل باذن الله ما تطيحش تبقى في ريتم ان شاء الله. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.